عشاق رياضة اليوم أهلا بكم. نبدأ من المغرب، حيث منح موقع ألترا وورد المتخصص في تصنيف جماهير كرة القدم عبر العالم، منح جمهور نادي الوداد البيضاوي المرتبة الأولى كأفضل جمهور على مستوى العالم لعام 2015. وتفوق فصيل الوينرز المساند للوداد على أعرق الجماهير العالمية خاصة من أوروبا وأمريكا الجنوبية بعد أن قدم موسما استثنائيا في تشجيع القلعة الحمراء داخل وخارج الديار، وساهم أيضا بشكل كبير في تتويج الفريق باللقب 18. وحظيت تيفوات الوداد هذا العام بحضور وازن في تصنيف الموقع العالمي، حيث كانت تحتل الرتب الأولى في التصنيف من حيث الشكل والمضمون. وسبق للوينرز أن احتلت المرتبة 11 العام الماضي، إلا أنها حققت قفزة نوعية هذا العام بتسيدها لفصائل المشجعين عبر العالم وعن جدارة واستحقاق. We'll be right back.